ليس هنالك شيء أكثر إزعاجاً من الاصطفاف في طابور، فليس هناك من يفضل الوقوف في طابور مقابل إضاعة وقته الثمين، فالكل يفضل تجنب الاصطفاف، والكل يفضل إنهاء معاملاته في وقت سريع. الآن هذا أصبح ممكناً بوجود حل رائد ومبتكر في مملكة البحرين. تتوفر فرصة الدفع ببساطة وبأمان وبشكل فوري. Sadat is a pioneer in providing innovative payment solutions in the GCC and in the Kingdom of Bahrain in particular. And I am absolutely convinced that innovation and constant innovation is in DNA of our company. We are providing easy to use and convenient payment solution accessible everywhere. This is our main principle, to be very easy and friendly for customers. Sadat هو عبارة عن نظام دفع يتوفر على شكل كشك إلكتروني في متناول الجميع وعبر الإنترنت بأسلوب مرن وآمن. We use highest security standards in Sadat payment system because we have great experience from Russian market and from different international markets in Asia and in Turkey. And we are using the same technologies here in the GCC and we are constantly improving it. ويمكنهم سداد فواتيرهم في الوقت والمكان الذي يلائمهم. تسمح القائمة المتعددة اللغات اختيار الخيار المرغوب من خلال اتباع تعليمات واضحة، ويتبع كل معاملة إصدار إيصال تفصيلي ليكون مرجعاً للزبون. دخلت مؤسسات قيادية في شراكة مع سداد لكي توفر لزبائنهم خدمات دفع موثوقة وسهلة وآمنة ومجانية كذلك، فبالتالي تعفيهم من إجراء تعاملات نقدية وتوفر عليهم الوقت والجهد. وبما أن منصة سداد الرائدة قد تم تطويرها محلياً، فإن الحلول والإجراءات التي توفرها مصممة انسجاماً مع التعاملات المحلية، مانحة شركائها المرونة المطلوبة. We look at Sadat as a very important and strategic partner in terms of an alternative payment channel. So Sadat helps us collect from our customers. So it is very key in terms of customer convenience for us. And in finance, of course, it helps us in terms of our cash flows. Our relationship with Sadat is a strategic one. We brought a partner to work with us in making sure that we help our customer and improve as we go along in making sure that the customer can enhance and reach the tools and the machine that they require to do bill payment. ويتوفر على منصة سداد خدمات عديدة، منها إمكانية دفع فواتير الكهرباء والماء وفواتير الإنترنت وشراء بطاقات الاتصال ونقاط فيسبوك وتحويل الأموال من خلال المؤسسات المالية المرخصة، وكذلك تتوفر عليها إمكانية دفع الصدقة والزكاة. فسيكون بإمكانكم قريباً التخلي عن فكرة المغادرة من العمل من أجل تجديد بطاقة الهوية أو الذهاب إلى إدارة المرور لدفع الغرامات أو حجز رحلات السفر أو تسديد القروض وغير ذلك الكثير من خلال بضع نقرات على شاشة سداد. حقاً إنها خدمة المحطة الواحدة التي تعود بالفوائد لكل من الزبائن ومزودي الخدمات. اليوم أصبحت منتجاتنا جزءاً لا يتجزأ عن حياة كل إنسان حديث، ويوم الغد ما يمكن أن يتصور بدونها. نحن غيرنا مفاهيم فئة من الناس الذين كانوا يخشون من استخدام الأجهزة الدفع الإلكترونية. زبائننا يعترفون بأن عملية الدفع من خلال جهاز سداد أيسر وأسهل ويثقون بها. هناك أكثر من 300 كشك منتشر في أنحاء المملكة، وعددها في ازدياد مستمر. تم توزيع هذه الأكشاك بشكل ملائم في مناطق عامة يمكن الوصول إليها بسهولة، تتضمن مراكز التسوق ومحلات السوبر ماركت ومحطات الوقود والجامعات وحتى المستشفيات.
We had the intention to start with when we introduced Sadat for our postpaid customers, but down the road we have amalgamated as well our prepaid customers, in which both segments are enjoying the services, and we've been receiving positive feedback in terms of their availability, accessibility, and the speed and the time they're taking to process a payment. I use Sadat machine to pay my mobile bills for Zain, and I also use it to buy the international call cards because it's just so convenient. طبعا المشين يوفر علي جهد ووقت، وخاصة انه متوفر 24 ساعة وفي كل مكان، بحيث ان احنا ندفع فواتيرنا بشكل سريع وآمن بنفس الوقت، اللي يخلينا ما نضطر نوقف طوابير لساعات نضيع وقتنا بس احنا عشان ندفع فاتورة التليفون. يركز نظام سداد بشكل قوي على الاهتمام بالعملاء ويحرص على رضاهم، فلدى سداد مركز اتصال يعمل على مدار الساعة ليقدم المساعدة والدعم المتخصص للعملاء. يتميز سداد بسهولة الاستخدام والأمان والشمولية، وكل هذا يتوفر للزبون بالمجان. We don't want a lot of people queuing up for a long time in our shops just to pay their bills. And it has really added a lot of convenience. So the time has been cut down. They can find a Sadat kiosk very close to their house or wherever they work. I think it has really helped many of our customers. ندعوكم للشراكة مع سداد ليزداد مستوى الرضا عند زبائنكم وليخفض عبء التحصيل في شركتكم، مما يؤدي إلى توفير الوقت والقوة العاملة واستغلالها بشكل أكثر فاعلية لتعزيز أنشطتكم الأساسية. أهلا بكم في عالم سداد، حيث يتمتع العملاء بخيار الدفع في أي مكان وفي أي زمان.